وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم محمد وأميرة. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم رخصة ذهبية لأربع شركات، من بينها ثلاث شركات تعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبا وأخرى بمدينة السادات. وتأتي رخصة الذهبية في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، كما أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حول وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 8% مسجلا 90.64 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 73% ليصل إلى 87.5 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 7% لتصل إلى 3.29 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.71% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في شهر أغسطس إلى أدنى مستوى خلال عامين. وأعلنت الفاو أن مؤشرها الأسعار الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 121.4 من 10 نقطة في شهر أغسطس مقابل 124 نقطة معدلة في الشهر السابق. كما أوضحت المنظمة أن انخفاض المؤشر ككل يعكس انخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب، رغم قفزة مؤشرها للأرز إلى أعلى مستوى له في 15 عاما عقب القيود التي فرضتها الهند على الصادرات. أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل فائض قياسي في حساب المعاملات الجارية في يوليو، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد. وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 18.8 مليار دولار في يوليو، متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز. ووفقا لبيانات المالية اليابانية، فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض. وعلى مدار العام الماضي عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة والسعودية والهند ودول أخرى تجري مباحثات بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية يمكن أن يعيد رسم حركة التجارة بين الخليج ومنطقة جنوب آسيا، بحيث يربط دول بالشرق الأوسط عبر السكك الحديدية ثم يربطها بالهند عن طريق المواني. تأتي خطط الاتفاق الواسع متعدد الجنسيات للمواني والسكك الحديدية في وقت حرج، إذ يروج بايدن لواشنطن كشريك ومستثمر بديل بالبلدان النامية في مواجهة مبادرة الحزام والطريقة الصينية العالمية للبنية التحتية. تراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، إذا أدى خفض السعر المرجعي اليومي للعملة المدارة إلى تأجيج الرهانات على أن الصين قد تسمح بالانخفاض التدريجي في قيمة العملة.
وهبطت العملة الصينية إلى نحو 7.36 يوان مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الخارجية، متجاوزة المستوى البالغ 7.35 وقريبة من أضعف مستوى منذ إنشاء سوق اليوان الخارجية في عام 2010. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم محمد وأميرة. شكرا لك ميرنا.